أينما كنتم السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية تأتيكم من قناة المكلا، وبدايتها بأبرز العناوين. رئيس المجلس الانتقالي يشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود للمساهمة في النهوض بالجانب العلمي والبحوث العلمية. وزير التربية والتعليم يطلع على أوضاع المعهد العالي لتدريب المعلمين وعيادات الصحة المدرسية في المكلا. الوكيل بارزيق يترأس اجتماعا للوقوف على الاستعدادات اللازمة للموجة المدارية الشرقية. وفي حضرموت جهود إماراتية إنسانية لا تتوقف. وفي الشحر أزمة المشتقات النفطية تعاود ظهورها مجددا. مرحبا بكم. شدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي شدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود للمساهمة في النهوض بالجانب العلمي والبحوث العلمية في محافظات الجنوب كافة وكذا هيئات المجلس. وأكد الرئيس الزبيدي خلال ترأسه لقاء مشتركا بأعضاء دائرة البحوث والدراسات بالأمانة العامة ولجنة البحوث بالجمعية الوطنية وأعضاء مركز دعم وصناعة القرار على أن الإنتاج الإيجابي للعمل التنظيمي يحتاج إلى عقيدة وطنية وتماسك وطني على المدى البعيد، فيما بحث اللقاء مجالات إجراء البحوث والدراسات العلمية والتبادل العلمي وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة وتحقيق البرامج التعليمية والمعرفية وإمكانية الاستعانة بخبرات علمية خارجية لتصحيح المفاهيم المغلوطة وكذا تصحيح الدور العلمي والتنظيمي في هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي. إلى ذلك استمع الزبيدي من الحاضرين إلى شرح كامل عن دورهم في إصدار عدد من الدراسات البحثية والخطوات العلمية وسبل تعزيزها بين هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى الطرق الممكنة لانتشال الوضع الذي يمر به الوطن الجنوبي في الوقت الراهن. وضع محافظ العاصمة عدن أحمد لملس حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع بناء مدرجات إضافية لملعب نادي وحدة عدن الرياضي. ويتكون مشروع بناء المدرجات من مرحلتين تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 50 مليون ريال بتمويل السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان. وعقب وضع حجر الأساس أكد المحافظ لملس أكد على أهمية الاهتمام بفئة الشباب ورعايتهم وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والآفات الخطيرة، مبدئا تفاؤله بأن يسهم المشروع في تفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة. اطلع وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري بالمكلا، اطلع على أوضاع المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين الذي يعرف باسم دار المعلمين. وطاف الوزير العكبري بأقسام المعهد متعرفا من عميد المعهد يسلم الخنبشي على التخصصات التي يضمها المعهد، مشيرا إلى أن المعهد تخرجت فيه 23 دفعة تأهيلية منذ تأسيسه في العام 2000، منوها في ذات السياق إلى الصعوبات والتحديات والإشكاليات الإدارية والمالية التي يعانيها معهد المعلمين والتي تشكل عقبة أمام المعهد للقيام بدوره بالشكل المطلوب. وأكد وزير التربية على أهمية تضافر الجهود وتكاملها مع مختلف الجهات ذات العلاقة للارتقاء بأداء المعهد والقيام بدوره في تأهيل وتدريب المعلمين، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من الطلاب المتقدمين للدراسة والحاجة الملحة لعودة دوره الريادي في تحسين التعليم وتطويره. وعلى صعيد متصل، زار وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري عيادات الصحة المدرسية للاطلاع على الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها لكافة الفئات التربوية والتعليمية. واستمع الوزير خلال زيارته من مدير عام إدارة الصحة المدرسية ماجد بحبارة، استمع إلى شرح واف حول الأقسام التي تحتويها عيادات الصحة المدرسية ومهامها في الإشراف على المنظومة الصحية في جميع مرافق الدراسة. وأكد الوزير العكبري على تعزيز الخدمات العلاجية ونشر الوعي الطبي والتثقيف لمنتسبي القطاع التربوي والتعليمي، منوها على ضرورة رفع المستوى الاهتمام بالصحة المدرسية وتفعيل مشاركة الإدارات للأنشطة الصحية العامة، موجها الطاقم التمريضي على بذل المزيد من الجهود والعمل بوتيرة عالية
من أجل تحسين البيئة الصحية والاهتمام بالمرافق المدرسية والمتابعة الدائمة لجاهزيتها. ترأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين برزيق اجتماعا ضم الأجهزة العسكرية والأمنية والمكاتب الخدمية للوقوف أمام الاستعدادات اللازمة للموجة المدارية الشرقية التي تتجه نحو بلادنا خلال الأيام القادمة. وفي اللقاء أوضح المتخصص الجوي المهندس عبد الرحمن حميد أن آخر تحاليل البيانات العددية تشير إلى تأثر بلادنا بموجة مدارية شرقية مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة مع سيول محلية وقد تصل إلى سيول جارفة وعواصف رعدية في المياه الإقليمية قبالة سواحل حضرموت، مبينا أن ذروتها تبدأ من 14 وحتى 20 من يوليو الجاري. وناقش اللقاء الأدوار المناطة بالمكاتب الخدمية وسبل وضع الخطط المشتركة بين كافة الجهات العسكرية والأمنية والمدنية بما فيها تنفيذ عملية مسح استباقية للعبارات وتسخير الإمكانات وتوحيد الجهود للحد من الخسائر البشرية والمادية التي قد تحدث أثناء الموجة المدارية. بدأت بمدينة المكلا الدورة التدريبية لتطوير مهارات الشرطة النسائية في إطار مشروع تعزيز وبناء قدرات الشرطة النسائية في البلاد، والتي تستمر خلال الفترة من 10 وحتى 15 من يوليو الجاري. وثمن وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي الدور الذي قدمته قيادة الأمن والشرطة والدعم الذي تقدمه للارتقاء بالعمل الأمني وتأهيل منتسبي شرطة المحافظة، مشددا على ضرورة الاستفادة من مواضيع وفقرات الدورة التي تتناول أهدافا وواجبات الشرطة المجتمعية وقانون حقوق الإنسان وقضايا العنف ضد المرأة وعددا من المواضيع الأخرى ذات الصلة. من جانبه أوضح نائب مدير أمن ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تساعد منتسبي الشرطة النسائية على الارتقاء بمستوى الأداء والمساهمة في تطويرها بشكل مستمر بما يواكب العمل الأمني مع المرحلة التي تعيشها المحافظة والوطن بشكل عام. أوضحت قيادة كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب في بيان لها إن الكتلة لا تعد انشقاقا عن الحلف والجامع، وإنما هي تنظيم يعمل داخل هيئاتهما للقيام بالواجب حتى تنال حضرموت كل مصالحها. وذكرت القيادة في بيان لها أن كتلة حلف وجامع حضرموت لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن نفد صبرها لما صارت إليه الأوضاع في المحافظة الغنية بالثروات والخيرات، بالإضافة إلى تردي الخدمات إلى الأسوأ، مؤكدة حرصها على تعزيز حلف ومؤتمر حضرموت الجامع بعيدا عن المصالح الخاصة واجبات الدفاع عن حياة وحقوق أبنائها. تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية في محافظة حضرموت دون انقطاع عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الجوانب الإغاثية والخدمية، حيث وزع فريق الهيئة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري أكثر من 600 سلة غذائية استفاد منها أكثر من 3000 فرد من أهالي مربع بناعمة في منطقة الديس ومربع عائشة بجول الشفاء في مدينة المكلا. وتأتي عملية التوزيع ضمن الدعم اللامحدود من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف عن معاناة الأسر ومساعدتهم في تلبية متطلبات الحياة، وتواصلا للحملة الإنسانية التي تقوم بها الهيئة لإغاثة السكان في مختلف مناطق المحافظة. وعبر المستفيدون عن فرحتهم بهذه اللفتة الإنسانية مشيدين بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء المحافظة. عاودت أزمة المشتقات النفطية بمديرية الشحر الظهور من جديد، وتشكلت الطوابير الطويلة للمركبات بشكل يومي أمام محطات الوقود نتيجة شحة في توفر مادتي البترول والديزل للسوق المحلي في معظم محطات المديرية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. في ظل التزايد الكبير في الطلب على المشتقات النفطية بمديرية الشحر، تعود الأزمة للظهور من جديد دون تدخلات عاجلة من قبل الجهات المعنية
بزيادة المخصصات اليومية لمحطة تعبئة الوقود. السلطة والله عارفة كل شيء، والسلطة مزجالة نحن مرات بالناس البروتاريا الضعاف، الناس التعبانين زي حالاتي، مهمشينهم لا أكل لو كلكم الناس لا شيء، لا معاناة يعني 100% صفر، تحت الصفر. محطات الوقود شهدت لأسبوعين متواصلين انعدام شبه يومي للمحروقات، مع استمرار الطوابير للمواطنين وتخوف مستمر لزيادة سعره وظهور البيع في السوق السوداء، ليتجرع المواطن أعباء فوق ما يكابده من ضنك العيش. الهزمة خانقة والدولة عايزة، وأسعار سياحية ولا تقدر توفر لهم أي حاجة، لا كهرباء لا ماء لا ديزل لا بترول لا غاز طوابير، بترول طوابير، كل الحياة حياة المواطن في عذاب، والدولة عايزة هذا، ما نشوف الدولة إلا في التلفزيون. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبقى المواطن في مدينة الشحر في حيرة من أمره، حيث تتوفر المشتقات النفطية في أغلب مديريات ساحل حضرموت، وتنعدم في ثاني أكبر مديرية في الساحل الحضرمي، وبات الحصول على لتر واحد من المحروقات يحتاج إلى طابور وصبر كبير. عطل زحف الكثبان الرملية على الطريق الساحلي الدولي في منطقة عرقة بمديرية رضوم في محافظة شبوة حركة السير للمركبات بين العاصمة عدن ومدينة المكلا، وتكدست عشرات السيارات والمسافرين والبضائع على الخط الدولي وسط شكاوي السائقين من كثافة الرمال المتحركة في موسم الخريف الذي تنشط فيه حركة الرياح، وبالقرب من الطريق المغلق نتيجة الكثبان الرملية. وتفرض سلطة الأخوان المسيطرة على محافظة شبوة تفرض رسوما جمركية لعبور شاحنات نقل البضائع على الخط الدولي دون أن تسهم في تدخلها لإزاحة الكثبان الرملية وفتح الطريق بحسب ما أكدته المصادر المحلية. أعلنت غرفة عمليات مسام أن فريق المشروع نزع الأسبوع الأول من شهر يوليو 1863 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. وذكرت عمليات مسام أن فرق المشروع تمكن من نزع 521 لغما مضادا للدبابات، و23 لغما مضادا للأفراد، و1817 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين. قبل الختام مشاهدينا الأكارم نترككم مع أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس المجلس الانتقالي يشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود للمساهمة في النهوض بالجانب العلمي والبحوث العلمية. وزير التربية والتعليم يطلع على أوضاع المعهد العالي لتدريب المعلمين وعيادات الصحة المدرسية في المكلا. الوكيل بارزيق يترأس اجتماعا للوقوف على الاستعدادات اللازمة للموجة المدارية الشرقية. وفي حضرموت جهود إماراتية إنسانية لا تتوقف. وفي الشحر أزمة المشتقات النفطية تعاود ظهورها مجددا. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. لمشاهدة نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تي في. حتى الملتقى، دمتم في حفظ الله ورعايته.